كلا صعتا وير كأي هو أنت أقر شيء نيسو إني كوك هذا مجال ذوق وقتي هذا صار صعده إذا مرة قرنك سومال لاني ملتريكا وهيجن كي أقول بوح أقول دم بيل جليي أو دجال صف بلارانو إلا يجرو ويستعيني إني قادان تمن تابيني لكن فرديو ساعة كسبنا دقيقة إلا إلا باتن دقيقة كسبنا ديجان كي جوميس أو استجد صفر هذا كدي محي إسلاق على ديجان أما كوهشين كوحده هو أنت دجال كي قادي دونا سيدون قد دونا سقدر كي مويرد دونا عيدا كقرن سيدي أرجع حسدا وحا عيدا كوغو قرشيسن وحاوي فرين باندير دونا مهمة ومهم مقالك المقالة دهر لمد ماهن موادي سيفافي وسي شر بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم صاحب هذا سيدة توسكا هنو قد دعوانا يجانا كحقيقو بردكشن محا عسو محاسو كردي أبابو الكدقال ايكا سعودي جيدو قبل كسول هل كي وحمر ايان عيد مدى قرق سومال لان او اسو دقيان قاديد كي يهوب كي مدافيه دعو العلوس هو فربضان ومالمه وقدم بيكد دقائي مقالة بربرو اي شعب كسود دو بيان فرين باو ديردونا ننكي فرنياها اي او مالك تاتيكي قوميس ديگان كلي راهدو اي مال دو دوب بنك قاتي اي مدد طبان اي شانت دقيقة خسوقنا كي دي مركي عيدة مدى قرق سومال لان كور هلين هل كان كورو قان سدين سيدي بو فرحالي فرحة كاسدا محاكا دنبين دونو هربا وقدقون إلي قول لغاقة دنبين وقول ماهن وادنا ددمي دون تا يدو رونا مقال كان عاو انت بدا موحو قسين دونا هول قلا دا دعي دونو حالات دا هل كي مريسو دا قالا كي يبابو الكا سعدو ساندي يهو باروسي كا سعدو ساعد بساعد دا كدن بيسو ايي وحسكو بدلي كرا مقال كان ومهم وحان عدسان ايا فريتا انا قارسيسان داد كا اي كو سعدو انا دلايك سارتو مقال كا سي شير قريسو او فافيسو مروال بحقيقو بردوكشو وحي اوتاق انتهي إلا لنتا قرن مدى إجريتانكا إمد مدى شعبك سومالي لا إلا أقول هذا ربيتان كودا سيدي إيقو الربان إلا أقول هذا ما دا بيهين شعب البحر حرقة سلي على كسومالي إيقو كاني سومالي مقدشة كاني كدي مركي لحميو لديباتيو قريو هذي لدقيو دارو هذي لبربريو شعب كودي كوي قحي ما قرن كاي إنه الله بتان دمعي لوگ گله وضد جزیره لوگو دمی وحی لوگا کرد عی ایجاد هندیب اوجان او آنان آرسن او آن آرگوس سامین مرکی لیمن تهلن الجمیاش اسلام کدیب دولت نیم سامی استی ایجاد اسکوت استی نبض داد که استی دیابت دو کافر تا کدی عیز کن نبض گلی وحی مذیه ایلا بوجادیو وحی مذیه ایلا ایلایی نبض دودا وحی مذیه ایلا دهوری اسعلا ما مودنا إن لحقره وحاسد نمو حاشا لله وحاسد نمو إن اللي يراهدو وانوكح إنها نبدوذة إن نبدوذة العرق على دايو إن شبك هذا أرقق حسان لغا أبابلو إن لدبات هايو إن مارد تهديبو دعوذة لغشق هايو إن للوغوي إن تبا أنوغو وانكسو رجيلا وحان أتاقنا هاي أو مارد تهديد كيجي عد كيجي أف كيجي قد يديد النمديد إن تبا كوب بحينيا وأن نبدأ ذاتك إهلك إيه صومالي نبدأ كوي انتهي إن لا أتكيو وحي إيه ربان لا أقلاب هدي أي ربان قرن مدح بنانين النقضاء سيد جبوتي إن لا أقلاب هدي إيه ربان إني دب من نمو قاتان لا مارتا لغو تاغيرو أنا للوغوين ولدي بندابين إنتا وي إنتا نحيقيو وتاغينا هاي عندنا وحوغا مقاتو عندنا مارتا وما هو صفريستو عندنا كلامتشتو وحوي هدف كي هو مد مد كا يعني خصعنية أدبا وما سنتين ما لين بد محدع نكي فرنياها عبد القادر فرنية كواحد أن هو أنت لاس عنوته جميعا وها ما ما كهر جاري دي كان كجوميس ما حقو داعي سفر سعودي أهبو سفر كاسو داعي سفر كسعودية أيوة هدي كان كجوميس إذا نلاس عنو هبين كي هو أنت ويسال صباحان iyagoo ka cabsii qabo inta laaba ay ka qaadaan ciidamada qaranka Soomaaliya habeenkii way soo farxadaan subaxina dib bay ugu laabtaan waa hadafkooda iyo qorshahooda gaarka ah ay mar walba isticmaalaan hadaba maalin dhaweey safar qarsoodi ayuu ku baxay wuxuu tagay deegaanka Guumeys doobir dheer buu qaatay ogba ee muuqata ha waa sii socdaa ahay ahay buu
xogaa oo muqaalasho kaliya baa soo duubay sidii caadad u ahayd beelaburgoodina dib buu ka soo cararay ciidamada qaranka Soomaaliya ayaa ku soo dhaqaaqay waa ay ku soo dhaqaaqeen markay ka warheleen in firdhi yimid oo sirdoonka guduhu sheegay waxa way ciidamada militaryga ku dhaqaaqay waa ka talaabo qaaday habeen waa u farxay isagii maleeshiyaadkiisiba deegaanka guumeys waa ay faaruujiyeen oo waxay u farxadeen dhanka iyo aracadeed ninkii baxsadka ahaa ee cararka ahaa ee cararka laascaanood ku galay wuxuu ku faanayaa maanta inuu oog tegi doono inuu burcoosi gudbi doono inuu Soomaaliland burburin doono warba layskuma hayo hadda ka hor baan idhi firdhiyow guul lagaaga dambeeyo guul lagaaga dambeeyo guul maaha guul ay ragi kaaga dambeeyaan laguma faani karo ee maalmo yar qosol in badan waad ooyi doontaa maalmo yar qosol maalmo badanna waad ooyi doontaa ballanqaadkaygu waa sidii militariga Soomaaliya abaabul xoogan bay ku jiraan huwantu waxay isla qorsheysteen oo isla qaateen inay ciidamada qaranka Soomaaliya weeraraan before inta aan iyaga la soo weerarin way ogyihiin kor iyo hoosba in lagu soo wajahan yahay in ciidamada militariga Soomaaliya ka tallaabo qaadan rabaan in tallaabo culus laga qaadan rabo in lagu wajahan yahay loo socdo inta way ka dharagsan yihiin dadku caqliga ma laha militariga Soomaaliya waxaa socda abaabul xoogan xaalad militari way intiisa badan kama hadla arrimaha militariga oo kama hor dhici karo marka falku dhaco kadib ayaan halkan ku falanqeeyaa inta aan la socdo ogaho xoga ciidamada Soomaaliland moralkii ugu xooggana bay haystaan waxay haystaan istaraatiijiyad dagaal waxay haystaan khibrad dagaal iyo hub casri waxay codsanayaan in la fasaxo ay taliska militari mar walba ka dalbanayay laakiin militariga iyo madaxweyne bihi iyo in badan oo ahlu xal walcaqdi ah ayaa ku jirta arrinta oo leh waa loo tala badsanayaa waa waxa weey mar qurabaato tallaabo la qaadaya sidii baa weli abaabulka u socdaa abaabulkan waa mid laga fakaray laga baaraandegay howlgal saf ballaarana oo ilaa iyo maaragtaa garoowey inuusan hakan laga yaabo howlgal saf ballaarana oo ilaa iyo garoowey inuusan hakan laga yaabo ayay qaadi doonaan qaadina rabaan xilliyada soo socdo aniguna ka hordhicin haddaba huwantu way fariisteen waa ay shireen kuwii guumeys maalintii tegi jiray habeenkiina ka soo holeeli jiray ayaa firdhiyo u tegey saraakiishoodii waxay dhaheen nimanku abaabul bay wadaan wayna soo hujuumayaan tallaabay qaadi rabaan meel walbay maaragtaa farta gelinayaan culays baan ugu soo wajahana maxaa inoo xala firdhiyo wuxuu yidhi ama la isla qaatay isagii saraakiishiisii in Soomaaliya iyaga la weeraro ka hor inta ay soo weerarin dhanka ciidamada qaranka Soomaaliya fariin baan u dirayaa oo waxaan leeyahay waa ay soo socdaanoo dagaal bay inay la hormaran doonayaan sidii argagixisade arbushaad bay doonayaan ka taxadara waan ogahay inaad jabin doontaan waan ogahay inaad ka adag tihiin waan ogahay inay farxan doonaan kasii taxadara xilliyada aroorta hore xilliyada maaragtaa saqda dhexe ayay dagaalka soo geli doonaan sidii khawaarijta lagu yaqaan ha laga tallaabo qaado ha loo foojignaado kuwa shacabka ah ee ciidamada qaranka Soomaaliland gaadiidkooda hubkoodii saanadooda soo duubay maalin walba waxaan leeyahay nimaya waa xaalad ciidan weyn meeshani dowlad weye Soomaaliland ma ahan jabhad ma ahan kooxo laablakac ku socdo dowladduna hubka ay la soo degaysay heshiisyada ay gelayso waa wax iyada u gaar ah ha laga digtoonaado ama ha laga baaraandego inaan la soo duubin hubka militariga Soomaaliland casriga ah ee maalmahanba ka soo degay dekedda Berbera yaan la carabaabin wadamadu ka imaanayo yaan la shaacinin hubka xilligu soo degayo muuqaalada faraha badanna ha laga joojiyo cadowgu fursadaas uu ka faa'iideysan karaa intaaba idin reer Soomaaliland anigu mar walba garabkiina baan ahay waan idin garab taaganahay naftu intay ugu daba yartahay Soomaaliland difaaceeda waxa weeye wax walba waan u huri doonaa wax walba waan ku difaaci doonaa cayayaankana waan ka difaaci doonaa aad baa mahadsantihiin guuleystaa.